عندما تقود السيارة في الضباب أو عند تساقط الثلج، يجب عليك استخدام المصابيح الأمامية ذات الإضاءة المنخفضة. عندما تقوم بالمناورة عند منحنى حاد، تهدئ من سرعتك حتى تستطيع التوقف عند الضرورة. يجوز نقل الحيوانات في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة فقط إذا جوانب الشاحنة مثبتة تثبيتا صحيحا. أي مما يلي يعتبر دوران قانوني للاتجاه الخلفي: على طريق سريع مقسوم نصفين حيث توجد فتحة ممهدة للدوران، يعني الخط الأصفر غير المتقطع وبجواره خط أصفر مكسور، أن المركبات يجوز لها المرور بجوار الخط المنكسر. تعتبر ممرات الدوران للاتجاه الخلفي في المناطق التجارية ما لم يسجل غير ذلك قانونية فقط عند التقاطعات ما لم توجد علامة تمنع وجودها. يجب عليك أن تستخدم بوق سيارتك عندما يمكن أن تساعد في منع وقوع الحوادث. يمكنك إيقاف سيارتك بجوار الرصيف الذي بهذا اللون للمدة الزمنية المحددة على الرصيف أو على العلامة باللون أخضر. إذا كنت تركب في مركبة مزودة بحزام الخصر وحزام الكتف، فإنه مطلوب منك استخدام كل من حزامي الخصر والكتف. هذه العلامة الصفراء تعني منعطف حاد لليمين. تحذرك العلامات البرتقالية التي على الطريق من وجود عمال طرق أو معدات طريق أمامك. هذه العلامة البيضاء تعني يجب أن تبقى في الحارة اليمنى إذا كنت تسير بسرعة أقل من حركة المرور. أي من المركبات التالية يجوز لها استخدام الحارة التي عليها هذه العلامة: سيارة مكشوفة بها سائق وطفلان. للتأكد من أن الحارة خالية قبل أن تغير الحارات، يجب عليك النظر فوق كتفك باتجاه الحارة التي تريد دخولها. إذا اقتربت من تقاطع دون وجود علامة قف أو إشارة مرور، يجب عليك تهدئة السرعة والاستعداد للتوقف عند الضرورة. عندما لا تعمل إشارة المرور في تقاطع رباعي، يجب عليك التوقف تماما ثم متابعة السير عندما يكون ذلك آمنا. عندما تشاهد سائق متشتت يقود مركبته بينما يتحدث بالهاتف الخلوي، يجب عليك افساح مسافة أكبر بين مركبتك ومركبته. يجب على السائق الالتزام بالتعليمات الصادرة عن العاملون بتنظيم المرور بمناطق العمل على الطريق حامل الراية. عندما يبدأ هطول الأمطار لأول مرة، هدئ من سرعتك وشغل مساحات الزجاج الأمامي وتشغيل المصابيح الأمامية ذات الإضاءة المنخفضة. تتسبب القيادة بسرعة أقل بكثير من سرعة تدفق المرور في زيادة احتمال وقوع الحوادث، يعني وجود سهم أحمر يشير جهة اليمين فوق إشارة المرور أنه يمكنك عدم الانعطاف في هذا الاتجاه حتى يتغير ضوء إشارة المرور إلى اللون الأخضر. توقفت عند تقاطع طرق وتحول ضوء إشارة المرور في الحال إلى اللون الأخضر، فإنه يجب عليك التوقف قليلا والنظر في جميع الجهات للتأكد من عدم وجود مركبة أو دراجة أو أحد المشاة.
أي مما يلي يعتبر الإجراء المناسب للوقوف المتوازي للسيارات؟ الوقوف بجانب المركبة أمام المنطقة المفتوحة ثم الرجوع للخلف في المكان. إذا كنت سائق وكنت طرفا في حادث تصادم، يتطلب منك القانون تغيير بيانات رخصة القيادة مع وجود جميع من اشتركوا بالحادث. ما فائدة اتباع مسافات السلامة بينك وبين المركبات الأخرى؟ لتمنح نفسك الوقت الكافي لرد الفعل. إذا تعطلت مركبتك على الطريق السريع ولم تكن هناك مساحة كافية على حافة الطريق لإخراج السيارة بالكامل عن حارة المرور، يجب عليك تشغيل مصابيح وميض الخطر و عندما يكون ذلك آمنا الخروج من المركبة والابتعاد عنها والبقاء في منطقة آمنة. يكون الدخول للطريق آمنا إذا كنت الانتظار حتى وجود فجوة مناسبة بحركة المرور لدخول الطريق. في شوارع المدينة يجب عليك التوقف قليلا والنظر يمين الطريق على مركبة طوارئ عن طريق القيادة على الحافة اليمنى من الطريق ثم التوقف. يحق لشخص بلغ 21 عاما أو أقصر القيادة مع وجود حاوية مشروبات كحولية مفتوحة إذا كانت هذه الحاوية في حقيبة السيارة. أي سائق يهرب بإرادته أو يحاول التهرب من رجل الضبط القضائي عند إصابة شخص بجرح خطير يتعرض ليه السجن بسجن الولاية لما يصل إلى 7 أعوام. عليك اختار إدارة رخص القيادة والسيارات في غضون 5 أيام إذا بعت سيارتك أو انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر. ما هي أفضل نصيحة للقيادة عند وجود غبار كثيف أو ضباب كثيف؟ حاول ألا تقود السيارة حتى تتحسن الأحوال. يجب أن تقود السيارة بحذر أكثر عندما تكون بالقرب من المدارس والملاعب والمناطق السكنية. راقب دائما الدراجات النارية قبل أن تدور لأنها صغيرة الحجم مما يؤدي إلى صعوبة رؤيتها. عندما تدخل الطريق السريع يجب عليك أن تتفحص الطريق من خلال فحص كل المرايا والاستدارة برأسك. إذا ركنت سيارتك على الرصيف الأيمن في مرتفع عليك إدارة العجلات الأمامية نحو اليسار. للدخول على الطريق السريع يكون أكثر أمانا إذا الانتظار حتى تجد مجالا كافيا لدخول الطريق. الانتقال السريع بين الحارات في الطريق السريع في أوقات ازدحام المرور يتسبب في مزيد من الزحام بسبب إبطاء السيارات الأخرى. تفصل الخطوط الصفراء المتواصلة بين السيارات التي تسير في اتجاه معاكس من بعضها البعض. يجب استخدام الأنوار العالية الأمامية في الليل كما يلي: كلما كان ذلك مسموحا به قانونيا ولا يشكل خطر. عندما تقوم بقيادتك للسيارة عليك النظر إلى الأمام وإلى الخلف وإلى القريب والبعيد. أدر العجلات الأمامية نحو الرصيف عندما تركن السيارة في منحدر. إذا كنت في منحنى حاد يجب أن تستخدم الفرامل لتخفيض سرعة سيارتك قبل الدخول في المنحنى. عليك إعطاء سيارات الطوارئ الأحقية في المرور عن طريق القيادة بالقرب من الحافة اليمنى للطريق بقدر الإمكان والتوقف. عند التوقف في موقع سكك حديدية متعدد المسارات عليك العبور فقط إذا كنت ترى بوضوح في كلا الاتجاهين. عندما ترى سهما أخضر باتجاه اليسار في الإشارة الضوئية يعني ذلك أنه يمكنك الدوران إلى اليسار دون انتظار.
لا يحق لك إيقاف سيارتك في أي وقت بجوار رصيف مدهون باللون الأحمر. عليك أن تزيد المسافة التي بينك وبين السيارة التي أمامك إذا كنت وراء سيارة ركاب صغيرة. متى يمكنك أن تقود سيارتك وأنت تضيء مصابيح الانتظار؟ لا يجوز تحت أي ظرف. الرجوع إلى الخلف بصورة آمنة بالسيارة يشتمل على كافة ما يلي فيما عدا إطلاق صوت التنبيه قبل الرجوع إلى الخلف. أي مما يلي صحيح فيما يتعلق بالدراجات النارية؟ يجب أن تكون المسافة التي تفصل الدراجات النارية عن السيارة كبيرة. بإمكانك أن تقوم بركن سيارتك بشكل قانوني على جانب الطريق السريع في حالة الطوارئ. متى يمكنك قانونيا المرور من حول أو تحت بوابة عبور السكك الحديدية؟ لا يمكن ذلك تحت أي ظرف. أي طريقة مما يلي تعتبر الطريقة الصحيحة لتغيير الحارة التي تسير فيها؟ تعطي إشارة وتنظر من أعلى كتفك ثم تغير الحارة. حدد الحالة التي تنطبق على الشاحنات الكبيرة فيما يلي: إنها تأخذ فترة أطول حتى تقف مقارنة بسيارات الركاب. تكون السرعة القصوى في المناطق السكنية أو التجارية ما لم توجد علامة تشير إلى غير ذلك كما يلي: 25 ميل في الساعة. ما الذي يجب عليك أن تفعله إذا بلغت تقاطعا ووجدت الإشارة تميض باللون الأصفر؟ تخفيض السرعة وعبور التقاطع بحذر. للمساعدة على تجنب انزلاق السيارة على الأسطح الزلقة يجب عليك خفض السرعة عند المنحنيات وتقاطعات الطرق. تستطيع الخروج عن الطريق لتجاوز سيارة أخرى، لا يصلح ذلك تحت أي ظرف. الرصيف المطلي باللون الأزرق يعني أن وقوف السيارات مخصص لذوي الإعاقات الذين يحملون شارة أو لوحة خاصة. يمكنك الدوران إلى اليسار في إشارة ضوئية حمراء من طريق ذي اتجاه واحد إلى طريق ذي اتجاه واحد. أي الجمل التالية صحيح فيما يتعلق بالسرعة؟ كلما زادت سرعة السيارة التي تقودها كلما قل تحكمك فيها. عند خروجك من الطريق السريع إلى مرتفع ينحني بانحدار يجب عليك خفض السرعة إلى درجة آمنة قبل الوصول إلى بداية المنحنى. تفصل الخطوط الصفراء حركة السير في اتجاهات معاكسة في الطرق ذات الاتجاهين. يسمح القانون بترك طفل يبلغ من العمر 6 أعوام أو أقل في مركبة آلية عندما يكون الطفل تحت إشراف طفل عمره 12 أو أقصر. لا يحق قانونيا قيادة السيارة إذا كانت نسبة الكحول في الدم تبلغ 8% أو أعلى. إذا بدأت تفقد السيطرة على اتجاه سيارتك بسبب وجود مياه على الطريق، فإنه عليك القيام بما يلي: تخفيض سرعتك بشكل تدريجي دون استخدام الفرامل. يعد دخول التقاطع مخالفاً للقانون في حالة لم يكن بإمكانك اجتياز التقاطع بأكمله قبل أن يضيء الضوء الأحمر لإشارة المرور. عند تقاطع يصعب عليك رؤية السيارات التي تقطع الطريق، يكون الحد الأقصى للسرعة 15 ميل في الساعة. عند اقترابك من منطقة عبور المشاة حيث يقف أحد المشاة المكفوفين منتظراً لكي يعبر الطريق، فإنه عليك أن تتوقف عند منطقة عبور المشاة وتنتظر حتى يعبر ذلك الشخص الشارع.
أمامك مجموعتان من الخطوط المزدوجة الصفراء المتواصلة والمسافة التي بينهما قدمان أو أكثر، تجب معاملتها كما لو كانت جداراً صلباً ولا يجوز عبورها. يمكن أن يركب الفرد خلف شاحنة النقل في الصندوق عندما توجد مقاعد آمنة مع استخدام أحزمة الأمان المطابقة للمواصفات. يتحتم عليك أن تقدم تقريراً مكتوباً إلى إدارة خدمات رخص القيادة والسيارات DMV عندما تكون طرف في حادث على الطريق ووقعت إصابة. إذا تمت إدانتك بسبب قيادة السيارة ونسبة الكحول في دمك تزيد عما يسمح به القانون، فقد تخضع للعقوبة التالية: السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. هذه العلامة تعني هناك دوران حاد نحو اليسار، تعني علامة برتقالية مثل هذه أن أمامك منطقة عمل في الطريق. القيادة بسرعة تقل عن سرعة الانسياب المروري تؤدي إلى زيادة احتمال وقوع الحوادث. هذه العلامة تعني طريق ذو اتجاه واحد تسير السيارات في اتجاه اليمين. هناك حافلة مدرسية توقفت أمامك في الجانب الذي تمر فيه من الطريق وتومض أنوارها الحمراء، فما الذي يجب عليك أن تفعله؟ تتوقف ما دامت الأنوار الحمراء تومض. يوجد في الاتجاه الذي تسير فيه حارة واحدة فقط، والسيارة التي تسير أمامك تخفف من سرعتها في غالبية الوقت بدون وجود سبب واضح. في هذه الحالة عليك أن تزيد في المسافة التي تفصل بينك وبين هذه السيارة. إذا تم توقيفك وأنت تقود سيارة ونسبة الكحول في دمك تفوق المعدل المسموح به قانونا، يمكن تغريمك من قبل المحكمة. إذا كانت هناك شاحنة ضخمة تسير في منتصف طريق مكون من 3 حارات وكنت تريد تجاوز هذه الشاحنة، فمن الأفضل أن تتجاوزها بسرعة من اليسار ثم تسير أمامها. سوف تقوم بدفع غرامة قدرها $1000 والحبس لمدة 6 أشهر إذا ألقيت حيواناً أو تركته على طريق سريع. هذه العلامة تعني أمامك طريق سريع منقسم. إذا رأيت أحد المشاة ومعه عكاز في الزاوية ويستعد لعبور الشارع وخطى ذلك الشخص خطوة واحدة إلى الوراء ثم استند على عكازه، فعليك المضي قدما في طريقك لأن هذا الشخص ليس مستعدا لعبور الشارع. هذه العلامة تعني أن إيقاف السيارة في هذا المكان مسموح به فقط للمعاقين الذين لديهم ملصقة أو لوحة معدنية خاصة. عندما تقود في الحارة اليمنى من الطريق السريع عليك توقع دخول سيارات إلى الطريق عند المداخل. عليك عدم تجاوز سيارة أخرى عندما يكون هناك احتمال أن يدخل شخص إلى الطريق أو يعبره. تكون القيادة في الجانب الأيمن الخلفي لسيارة أخرى خطر عليك لأنه من المحتمل أن تكون في إحدى البقع العمياء الزاوية التي لا يراها السائق. الشاحنات الضخمة يحتمل جدا أن تفقد السيطرة على سرعتها وتسبب مخاطر في المرتفعات الطويلة أو الحادة. إذا بدأ الطقس يمطر في يوم حار يكون الطريق أكثر انزلاقاً في الدقائق القليلة الأولى. يمكنك أن تدور إلى اليمين عند ضوء أحمر متواصل فقط بعد التوقف ما لم تكن هناك تعليمات أخرى. ما هو التعليق الذي ينطبق على استخدام إشارة تغيير الاتجاه ضمن ما يلي؟
من العادات الجيدة أن تعطي إشارة تفيد دخول حارة أخرى دائماً. قم بتشغيل مساحات الزجاج الأمامي واستخدم الأنوار الأمامية عندما يكون الطقس ممطراً أو عندما يتساقط الجليد أو في الضباب حتى يراك السائقون الآخرون. كيف توجه العجلات الأمامية حتى تتوقف بالسيارة في مكان منحدر بجانب الرصيف نحو الرصيف؟ هذه العلامة تعني يمكنك الدوران إلى اليسار عند رؤية الضوء الأخضر وعندما يكون ذلك آمناً. أي مما يلي صحيح بالنسبة للأماكن المحجوبة عن الرؤية؟ انظر خلف كتفك الأيمن عند التحويل للحارة اليمنى وخلف كتفك الأيسر عند التحويل للحارة اليسرى. إذا كنت تقود سيارتك بسرعة 55 ميل في الساعة في أقصى حارة جهة اليسار، الحارة الأعلى سرعة من الطريق السريع والسرعة المحددة هي 65 ميل في الساعة، يعتبر ذلك مخالفاً لقانون السير إذا كنت تتسبب في إعاقة التدفق الطبيعي والمعقول للمرور. الطريق ذو الاتجاهين الذي تقود السيارة فيه يحتوي على حارة عليها العلامات الموضحة في الصورة. هذه الحارة تستخدم لبدء أو إنهاء الدوران نحو اليسار أو ابتداء دوران إلى الخلف مسموح به. إذا توقفت بالسيارة وأردت أن تسير إلى اليسار ولكن لاحظت وجود سيارات قادمة نحوك من قريب، فعليك تطرق للسيارات القادمة حق المرور. إذا كان الوقت ليلاً وكانت هناك سيارة تتجه نحوك وقد أضاءت مصابيح الإضاءة العالية وأصبح من الصعب عليك أن ترى أمامك، عليك أن تفعل ما يلي: أن تنظر نحو الأمام في اتجاه الحافة اليمنى للحارة التي تسير فيها. أنت تنتظر الدوران إلى اليمين وإشارة المرور حمراء، وكان هناك أحد المشاة في الجانب الأيمن من سيارتك ينتظر أن يعبر الشارع الذي تريد أن تدخله، فمن له حق المرور عندما تتحول الإشارة إلى الأخضر؟ الشخص الذي يمشي على قدميه يكون له حق المرور. في حالة رنين هاتفك المحمول أثناء القيادة ولم يكن لديك جهاز الرد حر اليدين، ينبغي تحويل الرسالة إلى البريد الصوتي. إن التدخين بداخل سيارة بها شخص عمره أقل من 18 عاماً يعتبر غير قانوني في جميع الأحوال. أي من العبارات التالية حول سائق الدراجات النارية والسيارات صحيحة؟ لسائق الدراجات النارية نفس الحقوق الخاصة بسائق السيارات. أثناء القيادة ينبغي عليك النظر لمدة 10 إلى 15 ثانية للطريق أمامك لرؤية مصادر الخطر المحتملة مبكرا. يعتبر عبور منعطفات الرجوع للخلف في مناطق الأعمال U-turn مسموح به فقط في التقاطعات ما لم تحظره العلامات. هذه العلامة تعني الدوران إلى اليسار أو إلى الخلف مسموح به عند رؤية أي سهم أخضر. هذه الإشارة تعني ممنوع التجاوز السيارات الأخرى مهما كان السبب. عند تغيير الحارة أو الاندماج مع حارة أخرى تكون في حاجة إلى مسافة مدتها 4 ثوان بين السيارات القريبة منك. تريد الرجوع للخلف في موقف السيارات، ينبغي عليك دوما الرجوع للخلف ببطء والنظر إلى جانبي الطريق الأيسر والأيمن أثناء الرجوع للخلف. إذا بدأت سيارة مقتربة منك في الانعطاف لليسار أمامك، ابطئ سرعة السيارة أو استخدم الفرامل لمنع الاصطدام. عند النظر للأمام أثناء قيادة السيارة، ينبغي عليك فحص جميع العناصر المحيطة بك. إذا وقع لك حادث تصادم، فيجب عليك تبادل معلومات رخصة القيادة بك مع الطرف الآخر في التصادم و
الدليل على التأمين وتسجيل السيارة ومحل الإقامة الحالي. متى يسمح القانون باستخدام الهاتف الخلوي بدون جهاز التحدث حر اليدين أثناء القيادة؟ عند إجراء مكالمة طوارئ للمساعدة. تقود السيارة في طريق منقسم يتضمن عدة حارات في اتجاهك. إذا أردت الانعطاف للخلف، من أين يجب أن تبدأ؟ في الحارة اليسرى. أي من العبارات التالية حول السائقين الآخرين صحيحة؟ لا تفترض مطلقًا أن السائقين الآخرين سوف يمنحونك حق المرور. كنت طرفًا في حادث سيارة تسبب عنه إصابة، يجب عليك كتابة تقرير إلى DMV مديرية المرور. إذا كنت تقود ولم تجد أي شيء يساعدك على البقاء يقظًا، يجب عليك التوقف للاستراحة. حافة الرصيف المصبوغ باللون الأحمر تعني لسيارات الطوارئ فقط. هناك حارتان مرور في الاتجاه الذي تقود السيارة به. أنت تقود السيارة في الحارة اليسرى، وهناك العديد من السيارات التي تتجاوز سرعتك جهة اليمين. إذا رغب قائد السيارة التي خلفك في زيادة سرعة السيارة، فينبغي عليك الانتقال إلى الحارة اليمنى عندما تكون الأمور مهيئة لذلك. في أي اتجاه توجه عجلات السيارة الأمامية للتوقف في منحدر بجوار حاجز؟ نحو الحاجز. إنك تقترب من تقاطع وإشارة المرور الحمراء تومد، ما الذي يجب عليك فعله؟ التوقف قبل عبور التقاطع ثم مواصلة القيادة عندما يتهيأ الجو الآمن. أين ينبغي عليك إيقاف سيارتك في حالة عدم وجود ممر مشاه أو خط للحد؟ عند المنعطف. أثناء قيادة السيارة في حارة مخصصة للانعطاف مخططة بسهم أخضر، أي من العبارات التالية صحيحة؟ تتوقف جميع السيارات القادمة والمشاه عند رؤية الأضواء الحمراء. إذا كنت تقود سيارة في طريق سريع مكون من 5 حارات وكنت في الحارة الأقرب للحاجز الفاصل في منتصف الطريق وأردت الخروج من الطريق السريع من اليمين، فعليك تغيير الحارات واحدة تلو الأخرى حتى تصل إلى الحارة الصحيحة. كنت تريد التراجع إلى الوراء لتخرج من مركز يقع في زاوية، في هذه الحالة عليك أن تتراجع ببطء وتنظر خلف كتفك الأيمن أثناء تراجعك إلى الوراء. لا تعبر الخطوط الصفراء المتواصلة المزدوجة في وسط الطريق لتتجاوز السيارات الأخرى. إذا كنت تسير في طريق فيه حارة واحدة فقط في الاتجاه الذي تسير فيه، وهناك العديد من السيارات التي تنحاز لمحاولة تجاوزك، في هذه الحالة عليك الخروج في مكان من الطريق حتى تتمكن السيارات الأخرى من تجاوزك. الانتقال السريع بين الحارات في الطريق السريع في أوقات ازدحام المرور يتسبب في مزيد من الزحام بسبب إبطاء السيارات الأخرى. عند وجود مشاه في ممر المشاه، يتخذ المشاه الجانب الأيمن من الطريق. عندما تكون المركبة في وضع التشغيل، يجب عليك وضع حزام الأمان، فإن الإخفاق في القيام بذلك يمكن أن ينتج عنه مخالفة مرورية. هذه العلامة البيضاء والحمراء تعني الطريق الذي أمامك مغلق أمام حركة السير في الاتجاه الذي تسير به. توقفت عند تقاطع طرق وتحول ضوء إشارة المرور في الحال إلى اللون الأخضر، فإنه يجب عليك التوقف قليلا والنظر في جميع الجهات للتأكد من عدم وجود مركبة أو دراجة أو أحد المشاه بالتقاطع. هذه العلامة البيضاء والحمراء تعني لا يجوز لك دخول الطريق من الاتجاه الذي تسير به. أنتم متوقفون تريد الدوران جهة اليسار، لكن هناك سيارات قريبة في الاتجاه المعاكس، فإنه يجب عليك منح السيارات التي بالاتجاه المعاكس حق الطريق.
إذا كنت تسحب مقطورة على الطريق سريع به 4 حارات بالاتجاه الذي تسير به، يمكنك الانتقال إلى أي من الحارتين على أقصى اليمين. في أي حارة يجب على الشاحنات الكبيرة التي تسير في طريق سريع خال به 4 حارات في نفس اتجاه سيرها، يجب أن تسير في أقصى حارتين جهة اليمين. تقود على طريق سريع به 3 حارات للاتجاه الذي تسير فيه، وكنت تريد القيادة بسرعة أكبر أو تريد أن تمر في أي حارة يجب أن تقود المركبة. الحارة التي على أقصى اليسار، الحارة رقم 1. إلقاء النفايات أو هجر حيوان على جانب الطريق السريع يمكن أن ينتج عنه غرامة تبلغ $1000 أمريكي و6 شهور سجن. يجوز لك قانونيا إيقاف سيارتك في ممر الدراجات إن لم تكن هناك علامة تمنع ذلك. إذا كان الممر الذي تقود به مجاور لممر الدراجات وتريد الدوران جهة اليمين عند التقاطع القادم، فإنه يجب عليك دخول ممر الدراجات قبل أن تقوم بالدوران. يعني الرصيف المطلي باللون أزرق أن إيقاف المركبة مسموح لي للمعاقين، حيث توجد لافتة خاصة أو لوحة لترخيص المركبات. يمكنك إيقاف السيارة على الجسر فقط عندما يكون ذلك مسموحا به وفقا للعلامات الموجودة. تقطع سيارة الطريق أمامك فجأة مما يمثل خطورة، أي من الإجراءات التالية يجب عليك اتخاذها؟ ارفع قدمك عن دواسة البنزين أي الغاز. عندما تنظر أمامك وأنت تقود مركبتك يجب عليك مسح كل ما حولك. يجب عليك في أثناء القيادة الحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 ثواني عن المركبة التي أمامك لتجنب التتبع القريب للمركبة التي أمامك. نظام تتبع السيارات. عند تغيير الحارات على الطريق السريع يجب عليك إعطاء إشارة قبل تغيير الحارات. يجب عليك ضبط مرايا الرؤية الخلفية والجانبية قبل البدء في القيادة. إذا كنت ترى الطريق الذي أمامك بصعوبة في أثناء القيادة بسبب الضباب الكثيف، يجب عليك الابتعاد عن الطريق بالكامل مع تشغيل مصابيح إشارة الطوارئ، مصابيح وميض الخطر. أي مما يلي يعتبر صحيحا بالنسبة للشاحنات الكبيرة لديها نقاط عمياء مما يجعل من الصعب على سائق الشاحنة رؤية المركبات الأخرى. يجب عليك عند رؤية علامات البناء البرتقالية أو الأقماع على الطريق السريع أن تستعد لمقابلة العمال والمعدات التي أمامك. أي مما يلي يعتبر صحيحا بالنسبة للطرق والجسور والمعابر في حالة الجو البارد والماطر. تميل للتجمد قبل بقية أجزاء الطريق. يجب عليك إشعار القائمين على تنفيذ القانون وإدارة المركبات ذات المحركات DMV بملء استمارة حوادث المرور الواقعة في ولاية كاليفورنيا CR1 مع إدارة المركبات ذات المحركات DMV إذا حدث لك تصادم وأصيب أحدهما. ما نوع الدواء يمكن أن يعوق تناوله قدرتك على القيادة؟ أي نوع من الدواء؟ توافق على الخضوع لاختبار فحص نسبة الكحول في دمك أو التنفس أو اليورين متى كنت تقود مركبتك في ولاية كاليفورنيا؟ يجب عليك اختيار إدارة المركبات ذات المحركات DMV خلال 5 أيام إذا قمت ببيع أو نقل ملكية مركبتك. من غير القانوني طرق طفل يبلغ من العمر 6 أعوام أو أقل في سيارة في يوم حار دوما. على من تقع مسؤولية معرفة إن كانت أدويتك تؤثر على قدرتك على القيادة؟ أنت. عندما تتبعك مركبة عن قرب من الخلف، نظام تتبع السيارات، يجب عليك
الدخول في حارة أخرى عندما يكون ذلك آمناً. لرؤية المركبات التي تقع في النقاط العمياء الخاص بك، يجب عليك التحقق النظر فوق كتفك. استخدام المصابيح الأمامية ذات الإضاءة العالية ليلاً عندما يكون ذلك قانوني وآمن. عندما توقف مركبتك على أي تل، اضبط مكابح توقف المركبة تأكد من أن مركبتك على الوضع إيقاف أو بتعشيق التروس. قبل الخروج من سيارتك المتوقفة بجانب المرور بالشارع، يجب عليك النظر بحثًا عن مركبات ودراجات ودراجات نارية مارة. أي مما يلي يعتبر صحيحًا فيما يتعلق باستخدامك علامات الدوران الخاصة بك. يجب عليك دائمًا إعطاء إشارة عند تغيير الحارة. هناك 5 مركبات تتبعك عن قرب على الطريق، يتكون من حارة واحدة بالاتجاه الذي تسير به. عندما ترى العلامة البيضاء، يجب عليك القيادة حتى مناطق التحويلة أو الحارات حتى يمرون من خلالها. أنت على الطريق السريع والمرور يدخل بالحارة التي تسير بها، وأنت لك حق الطريق حسب القانون. يجب عليك إفساح المجال لدخول حركة المرور قدر الإمكان. عندما تستخدم الإضاءة العالية ليلاً، قم بتشغيل المصابيح الأمامية ذات الإضاءة المنخفضة عندما تكون على بعد 500 قدم من مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس. عندما تقترب من سيارة طوارئ مع ومضات مصابيح إشارة الطوارئ، مصابيح وميض الخطر، يجب عليك الانتقال إذا أمكن أو تقليل السرعة. سائق شاحنة كبيرة يقودها في وسط الحارات الثلاثة للطريق وتريد أن تمر من هذه الشاحنة الكبيرة، من الأفضل أن تمر بسرعة من على اليسار الشاحنة والتحرك للأمام. تنتظر للدوران جهة اليمين عندما يتحول ضوء إشارة المرور للون الأحمر. يوجد أحد المشاة على الجانب الأيمن من مركبتك في انتظار عبور الشارع الذي تريد دخوله. من يحق له الالتزام بيمين الطريق عندما يتحول لون إشارة المرور الخاص بك للون الأخضر؟ يتخذ المشاة الجانب الأيمن من الطريق. هذه العلامة الصفراء تعني ممر مشاة أمامك. أي مما يلي يعتبر صحيحًا بالنسبة لأحزمة الأمان؟ تزيد من فرصتك للبقاء على قيد الحياة عند وقوع غالبية أنواع الحوادث. عندما ترى العلامة الصفراء، يجب عليك الاستعداد للتوقف إذا كان هناك مشاة على ممر المشاة. هذه العلامة البيضاء والحمراء تعني منح السائقين الآخرين الأولوية في الطريق. الإشارات أو اللافتات التنظيمية والتحذيرية التي سوف تقابلك على الطريق، فهو جزء هام جداً وضروري التركيز عليه في الامتحان النظري والامتحان العملي وفيما بعد على الطريق للمحافظة على حياتك وحياة الآخرين. تشير العلامة التنظيمية المربعة ذات اللونين الأحمر والأبيض إلى أنه يجب عليك اتباع التعليمات الواردة في العلامة. على سبيل المثال، علامة Don't Enter تعني لا تدخل أحد الطرق أو طريق منحدر. العلامة التي تحتوي على دائرة حمراء مع خط أحمر تعني No. تظهر الصورة داخل الدائرة ما لا يجب عليك القيام به. قد تظهر العلامة مع أو بدون كلمات، مثل الصورة التي أمامك معناها No U-turn. اللافتات على شكل المعين ذات الـ4 جوانب تحذرك من ظروف الطريق المحددة والأخطار المقبلة. العديد من علامات التحذير هي على شكل معين مثل التي في الصورة. تشير العلامة المستطيلة البيضاء إلى أنه يجب عليك أن تلتزم بالقواعد الهامة الواردة بها.
بعض علامات التحذير لديها خلفية صفراء أو خضراء فلوروسنت. هذه علامات تحذر من الظروف المتعلقة بالمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والمدارس والملاعب والحافلات المدرسية ومناطق تحميل ركاب المدارس. التزم بجميع علامات التحذير بغض النظر عن شكلها أو لونها. الدائرة باللون الأصفر وبداخلها علامة إكس ولتر R تخبرك بأن أمامك منطقة عبور السكك الحديدية. المستطيل الأبيض وبداخله slower traffic use turnouts يعني أنه يطلب منك السماح للسيارات الأسرع بالمرور إذا كنت تسير ببطء. المعين باللون الأصفر وبه سهم ملتحم معه طريق آخر يخبرك بأن هناك سيارات ستدخل إلى الطريق من جهة اليمين. معين أصفر وبداخله ورود ناروس تعرفك بأن الطريق سيضيق إلى الأمام. المعين وبداخله سوفت شولدر يخبرك بأن جانب الطريق غير متماسك. معين وبداخله إشارة مرور يخبرك بأن أمامك إشارة مرور. العلامة التي عبارة عن مستطيل وبداخله سهم وديتور تعني أنه عليك أن تدور. المعين الأصفر الذي بداخله لوز جرافل تخبرك بأن هناك حصى منتشر على الطريق. مربع أبيض بداخله نو تيرنز يعني أنه ممنوع عليك الدوران إلى اليمين أو إلى اليسار. الدائرة الحمراء وبداخلها خط أحمر على سهم ملفوف إلى الخلف تعني أنه ممنوع عليك أن تدور إلى الخلف. المعين وبداخله سهم ناحية اليسار تعني أن الطريق أمامك سيدور إلى اليسار. المعين الأصفر وبداخله سهمان عكس وفاصل بينهما تعني أن هذا الطريق به حاجز أو قطاع فاصل في منتصف الطريق. المربع الأبيض وبداخله سهم ناحية اليسار وإلى الخلف وبداخله كلمة on left arrow only يخبرك بما يجب فعله عند إضاءة السهم الأخضر. المستطيل الأبيض وبداخله no turns on red يخبرك بأنه يتعذر عليك إجراء أي انعطاف بينما الإشارة حمراء. المعين البرتقالي وبداخله من working يخبرك بأن هناك عمال يقومون بأعمال في الطريق. العلامة التي بداخلها رقم وكلمة tracks تعرفك بعدد المسارات في معبر السكك الحديدية. المعين الأصفر وبداخله slippery when wet يعني أن الطريق يصير منزلقا عندما يكون مبتلا. معين برتقالي وبداخله route closed ahead تخبرك بأن الطريق القادم مغلق. معين أصفر وبداخله divided road يخبرك بأن هذا الطريق يشمل تقسيم أو شريط فاصل في المنتصف. مستطيل أبيض وبداخله passing lane 500 feet تخبرك بوجود حارة داخلية في طريقك. المستطيل الأبيض وبداخله right lane must exit تخبرك بأن عليك الخروج إذا كنت في الحارة اليمنى. العلامة الصفراء الخماسية وبداخلها أطفال يعبرون الشارع تحذرك بأن تنتبه لأطفال مدرسة يقطعون الطريق. المعين البرتقالي وبداخله
Be prepared to stop تخبرك بأن تنتبه للوقوف. معين أصفر وبداخله رود فلودت، الإشارة تقول أنه هناك فيضان. المعين الأصفر وبداخله سلو يقول لك أنه يجب عليك أن تتمهل. المعين الأصفر وبداخله إشارة حمراء وسهم تحذرك بأنه يجب عليك أن تتوقف إلى الأمام. المربع الأبيض وبداخله رايت لان ماست تيرن رايت تخبرك بأن تستدير إلى اليمين إذا كنت في الخط اليمين. المثلث الأبيض والأحمر وبداخله ايلد يعني منح السائقين الآخرين الأولوية في الطريق. المعين الأصفر وبداخله شخص يعبر الطريق يعني أن ممر مشاه أمامك. العلامة البيضاء والحمراء وبداخلها دونت انتر تعني أنه لا يجوز لك دخول الطريق من الاتجاه الذي تسير به. هذه العلامة الحمراء والبيضاء وبداخلها رونج واي تعني الطريق الذي أمامك مغلق أمام حركة السير في الاتجاه الذي تسير به. المربع الأبيض وبداخله ليفت تيرن يلد اون جرين وعلامة خضراء يعني أنه يمكنك الدوران إلى اليسار عند رؤية الضوء الأخضر وعندما يكون ذلك آمنا. المربع الأزرق وبداخله شخص على كرسي متحرك يعني أن إيقاف السيارة في هذا المكان مسموح به فقط للمعاقين الذين لديهم ملصقة أو لوحة معدنية خاصة. السهم الذي يشير جهة اليمين وبداخله one way يعني أن هذا الطريق ذو اتجاه واحد تسير السيارات في اتجاه اليمين. معين أبيض وبداخله سهم حاد ناحية اليسار يعني هناك دوران حاد نحو اليسار. المعين الأصفر وبداخله سهم حاد ناحية اليمين يعني منعطف حاد لليمين.